السلام عليكم. لا تجمع الأغلبية الساحقة من يهود اليوم أي صلة أنتروبولوجية مع سكان مملكة إسرائيل القديمة، فهل ثمة ارتباط تاريخي للصهاينة في فلسطين؟ وهل يحتكم الصهاينة الذين ادأبوا على القول أن أرض فلسطين هي أرض إسرائيل التاريخية وأنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض؟ هل يحتكمون للعلم الذي يفيد أنهم ليسوا أصحاب الأرض والتاريخ الذي يقول أن الفترة التي عاشوها في فلسطين هي من أقصر الفترات لحضارة أو شعب في بلادنا المحتلة؟ في حلقة اليوم نناقش لماذا يتهرب الصهاينة من الاحتكام للعلم في إثبات أحقيتهم في فلسطين المحتلة، ولماذا يزيفون التاريخ ويغرقون العالم في الأساطير التي تفتقر للمنطق والدليل، كما سنتعرف على آثار الحضارة الرومانية في مدينة القدس، ونطل في ذاكرة فلسطين على الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو ما سميت بانتفاضة الحجارة التي قادها أشبال فلسطين بحجارتهم التي صنعت المستحيل. هذه الانتفاضة التي نعيش هذه الأيام المباركة ذكراها 31، وما يزال شعبنا متقدا بالوعي ومفعما بالتحدي في مسيرة عطاء لا تنتهي إلا بزوال الاحتلال، فابقوا معنا. سأكتب عن شوارعك المضاءة من دماء ودموع شعب الكادح المحزون في ليل العناء ودموع شعب الكادح المحزون في ليل العناء. لعينيها مدينتي التي سجنت، لمسجدها لأقصاها لحرمتها التي انتهكت، لعينيها مدينتي التي سجنت، لمسجدها لأقصاها لحرمتها التي انتهكت، مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين وموضوع جديد. هل يحتكم الصهاينة للعلم والتاريخ في إثبات أحقيتهم في فلسطين المحتلة؟ ولماذا كل هذه الخزعبلات والأساطير الكثيرة التي تفتقر إلى المنطق وإلى الدليل وإلى الأدلة الدامغة التي يعني لدى الشعب الفلسطيني بأحقيته بهذه الأرض؟ في الحقيقة في الأونة الأخيرة تحدث الإعلام الصهيوني عن تجربة قامت بها جهات أمريكية إنجيلية حول فحوصات لـ DNA لبعض الصهاينة من يعني دول مختلفة، لتثبت هذه الفحوصات أن هؤلاء الصهاينة المحتلين لفلسطين ليسوا من أصول يهودية كما يدعي المشروع الصهيوني. وهذا طبعا في التلفزة الصهيونية أخذ حيزا كبيرا من النقاش والتحليل، وأحببنا أن نضيء عليه أو نسلط عليه الضوء في هذه الحلقة من خلال انتقاء مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي تتحدث عن هذه القضية،
ونقاشها مع ضيفينا الكريمين في الأستوديو، الأستاذ صلاح العواودة الباحث المتخصص في الشأن الصهيوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ صلاح معنا في هذه الحلقة. وعبر الهاتف سينضم إلينا لاحقا الدكتور عمر شعارة، وهو أيضا أستاذ التاريخ والمتخصص بالشأن الصهيوني بعد قليل. أستاذ صلاح، اسمح لنا أن نشاهد واحدا من الفيديوهات التي أعددناها لهذه الحلقة، وهي لمستوطنة صهيونية إثيوبية جاءت إلى يعني إسرائيل بين مزدوجين، وحاولت أن تعيش هناك وأن تطالب بحقوقها كأية يهودية تأتي من أصقاع العالم، إلى أن ثبت بهذه الفحوصات أنه لا علاقة لها باليهود، وبالتالي اتخذت قرارها بمغادرة الكيان الصهيوني. فلنتابع לפרק המגזין שלנו בסדרת הכתבות ה-DNA היהודי, מבחן ה-DNA של ישראל, שבמסגרתה פנינו אל שורה ארוכה של אישים וביקשנו מהם לתת דגימת רוק קטנה, ובמעבדה מיוחדת בדקנו מהו המוצא האמיתי שלהם. את תוצאות בדיקת ה-DNA הערב. מה אני יודעת בזה? נולדתי במדינת ישראל, ההורים שלי באו מאתיופיה. זה ממש מרגש. לא כל יום אני מקבל את הצעות של DNA שלי, במיוחד שאומרים מאיפה באתי. תגיד לנו, אתם לא מספיק יהודים? אז מה אתה אומר, שמשה רבנו לא מספיק יהודי? רשום שמשה רבנו שלא הצליחו להבדיל אותו מהמצרים, הם היו כאור. ולא הצליחו להבדיל אותו, הרי אם הוא היה יהודי לבן, כמו שכולם טוענים, היו מצליחים להבדיל, והיו שמים לב, יש פה משהו חריג. אבל הוא היה כאור, שהיינו כאור. כל בני ישראל. כל בני ישראל הוא כאור. בבקשה, הנה הבדיקות שלך. בוא נראה את התוצאות. אפריקה 56%, מערב מזרח תיכון 13%, שזה אומר ארץ ישראל, צפון אפריקה, מרוקו, אלג'יריה, טוניס 9%. מגניב לגמרי. מה הנתון מבחינתך הכי משמעותי? ה-13% של ארץ ישראל. זה עוד משהו שמסתבר לעוד הוכחות ועוד הוכחות ועוד הוכחות ועוד הוכחות. רק מה שמגניב אותי, שאם יש את הקשר הזה, אז אנחנו לוקחים בן אדם ואומרים לו, היי, אתה לא דומה למה שאני דומה, אתה תהיה כמוני ובשביל זה אתה תצטרך לעבור גיור. שזה פשוט מזעזע אותי. כי הוא לא עבר גיור לחומרה כי איקס הוא נוצרי. לא, עבר לגיור לחומרה כי הוא שחור ויש ספק ביהדות שלו בלי לבדוק בכלל מה הוא. מה התוכניות שלך לעשות עכשיו? בעצם היו לי תוכניות, היה לי תוכניות כמו ללכת ללמוד ועוד כל מיני דברים. אחרי המחאה הבנתי שאין לי מה לעשות פה. אני אקח את עצמי ולרדת מהארץ. חזור לאתיופיה. إذن هذه هي النتيجة التي توصلت إليها هذه، لا أعرف هل هي يهودية أم صهيونية إثيوبية في النهاية بعد هذه الفحوصات، وبعد كم العنصرية الكبيرة الذي مورس بحقها وبحق السود في الكيان الصهيوني. أستاذ صلاح، قبل أن نتحدث في مضمون هذه الفحوصات، هذه التجربة ونتائجها، دعنا نتعرف أكثر على الأساطير التي حاول الاحتلال من خلالها ربط هذه الحركة الصهيونية واليهود في العالم بهذه الأرض من الناحية التاريخية والدينية وغيرها، وكيف أثبتت العقود الماضية منذ الاحتلال حتى الآن، الاحتلال الفعلي لفلسطين حتى الآن، أنه لا يوجد في الحقيقة لهذا الكيان أي ارتباط بهذه البلاد. هي الفكرة الجامعة في هذه النقاط التي سنتحدث عنها هي مسألة اختراع ما يسمى الشعب اليهودي، وهذا ما يناقشه أحد المتحدثين بعد قليل سيكون في الفيديو، وهو البروفيسور شلومو ساند، وهو مؤرخ صهيوني يهودي، ولكنه في كتاب كيف ومتى اخترع الشعب اليهودي نسف رواية الشعب اليهودي، وهو كمؤرخ وموضوعي تحدث عن هذا الأمر وكيف أنه في القرن 19 استطاع قادة الحركة الصهيونية أن يخترعوا شيء اسمه الشعب اليهودي خلافا لما تعرفه شعوب الدنيا جميعا. فاليهودية هي دين مثل الإسلام ومثل النصرانية، تعبر عن موروث ديني ولا علاقة لها بما يسمى شعب. ولكن في ظل ظهور الحركات القومية والفكر القومي في القرن 19 في أوروبا تحديدا، قرر قادة الحركة الصهيونية أن يخترعوا شعبا اسمه الشعب اليهودي. هذا الشعب كما هو معروف للجميع
كل من يدين اليهودية في أنحاء العالم تم إقحامه في هذا الشعب، وأغلب اليهود في العالم رفضوا هذا الشيء وما زالوا يرفضون. يعني ما زال أكثر من نصف اليهود يعيشون خارج فلسطين ويرفضون فكرة الشعب اليهودي والاستيطان في فلسطين بناء على هذا. وبالتالي فحوصات الدي ان اي اليوم التي أجريت والتي أعلن عنها تثبت بشكل علمي، ليس فقط نقد تاريخي، هو نقد الرواية تاريخيا، لكن ما حدث أنها فحوصات دي ان اي، يعني مؤسسة سويسرية، مؤسسة مختصة في فحص الجينات في علم الجينات، وتستطيع أن تحدد كل إنسان على وجه الأرض من أين جاء، من أي عرق جاء. وبالتالي الذين تم فحصهم ثبت بشكل واضح وبشكل قاطع بأنهم لا ينتموا إلى هذه الأرض. هذه أعلى أو أقل نسبة حصلت عليها هذه الأثيوبية، وهي 56% من أثيوبيا، غيرها حصل 95% من بولندا، من بولندا ومن أماكن أخرى. وبالتالي لأنه أثيوبيا في النهاية قريبة، يعني من أطراف الشرق الأوسط، وبالتالي علميا وتاريخيا أصبح واضح وثابت بأنه لا يمتون لهذه البلاد بصها. أيضا الدكتور شلومو أو البروفيسور شلومو زاند نفى فكرة وبشكل قاطع وبشكل واضح وبشكل علمي أن هناك رابط وراثي بين هذه المركبات جميعا، ليس فقط عدم ارتباطهم بفلسطين أو عدم وجود جذور لهم في فلسطين. هو يقول أن هؤلاء تهودوا، مثل شعب الخزر الذي تهود في وسط آسيا ثم هاجر إلى شرق أوروبا، مثل المملكة حمير في اليمن التي دخلت في اليهودية ولم يكونوا من بني إسرائيل ولا علاقة لهم بهم، وكذلك الأثيوبيون لم يكونوا من بني إسرائيل ولا يوجد أي صلة قرابة بينهم وبين ذرية يعقوب عليه السلام، وإنما اعتنقوا اليهودية. وبالتالي الحركة الصهيونية أرادت جعلهم نسل لسيدنا إبراهيم ولسيدنا يعقوب عليه السلام، وهذا تزوير للتاريخ، هذا يثبته المؤرخون بما فيهم يهود وصهاينة مثل شلومو ساند. وأبحاث الدي ان اي تثبت هذه حقائق يعني، وليست مجرد تكهنات أو مجرد تخمينات. نعم، طيب، يعني ما علاقة هذه الحقائق بنسف الرواية التي ارتكز عليها المشروع الصهيوني؟ الرواية التاريخية، أساطير تاريخية، أساطير دينية، أساطير حتى علمية، يقول لك إنه إحنا كنا موجودين في فلسطين وعشنا وكنا أصحاب هذه البلاد. يعني هل هناك بات يعني تشكيك واضح بهذه الروايات؟ هم يصدق فيهم قول الله تعالى يحرفون الكلمة عن موضعه، يعني هم يريدون تحريف كل شيء، كل شيء مزور عندهم. هم زوروا شيء اسمه شعب يهودي، يزورون، يرفضون نتائج الدي ان اي، ونحن سنشاهد الآن كلهم ماذا يقولون قبل النتائج وماذا يقولون بعد النتائج. في البداية يزعمون بأنهم من أبناء هذه البلاد، وعندما تظهر النتيجة يتمسك بواحد في المئة ويقول صحيح. هي الأهم من 92% أو 95%، هذا ما سنراه بعد قليل. وبالتالي هم قائمون على التزوير، فكرتهم تزوير، لكن من الناحية العلمية إذا رأينا إلى التاريخ نحتكم إلى التاريخ، لا يوجد أي دليل تاريخي. تاريخ الرومان موجود، تاريخ المسلمين موجود، تاريخ كل الشعوب التي سكنت في فلسطين تاريخها موجود بآثارها، بحجارتها، بمنحوتاتها، لكن لا يوجد شيء يربطهم بهذه الأرض تاريخياً. قومياً أيضاً لا يوجد، الدي ان اي أثبت أنهم ليسوا قومية واحدة أولاً، هم زعموا بأنهم قومية واحدة ومن نسل إبراهيم، الدي ان اي يثبت أن هذا بولندي وهذا روسي وهذا إثيوبي وهذا يمني، وبالتالي ما الذي يربط بينهم؟ وبالتالي لا يوجد أي علاقة قومية تجمعهم كشعب. ثم وطنياً لا يوجد وطنياً أي وطن جمعهم يتمسكوا به، يعني أي شعب في العالم اليوم مرتبط ببقعة جغرافية معينة ينتمي لها، هم لا يوجد لهم بقعة جغرافية ينتموا لها. البولندي يتطابق بالدي ان اي مع البولندي غير اليهودي، واليمني مع اليمني غير اليهودي، والإثيوبي مع الإثيوبي غير اليهودي. هذه الحكاية. نعم، أشكرك أستاذ صلاح. سأنتقل لدكتور عمر جعارة من نابلس، أستاذ التاريخ والخبير في الشأن الصهيوني. أهلا بك دكتور عمر معنا في هذه الحلقة. حياكم الله، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. إذن مسألة اختراع الشعب، شعب إسرائيل، مسألة الأساطير التي تأسس عليها هذا الكيان، كلها باتت على المحك أمام أسئلة كبيرة وخطيرة، أمام تجارب للدي ان اي، أمام واقع يقول بالحقائق الدامغة أنه لا وجود لآثار وتاريخ يهودي في منطقتنا المحتلة، في فلسطين المحتلة. نحن إذن أمام نسف لهذه الروايات أو الرواية الصهيونية التي حاولت أن تعيش طويلا، لكنها بعد 7 عقود من الاحتلال الفعلي لفلسطين باتت مثار تشكيك كبير.
ما رأيك في هذه المسألة؟ نعم، الفكرة الصهيونية قائمة على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن اليهود شعب، والنقطة الثانية اللغة، وبالتالي هم ينتمون إلى اللغة العبرية ويعتبرون نفسهم شعب. وإذا ذهبنا إلى كل تفاسير كلمة شعب بالقواميس السياسية المعاصرة لما وجدناها تتطابق على المعتنقين فكريا، فلا يوجد شعب شيوعي لاعتناقه للفكرة الشيوعية، ولا يوجد شعب رأسمالي لاعتناقه للفكرة الرأسمالية، ولا يوجد شعب مسلم لاعتناقه للفكرة الإسلامية، وكذلك المسيحي وكذلك اليهودي. فالفكرة الاعتقادية التي تقوم عليها الحركة الصهيونية وهي أن كل يهودي ولد على هذه الأرض هو شعب وينتمي إلى اللغة العبرية. ولكن إذا طبقنا عليها كافة التفاسير وكافة التعابير لكلمة شعب فلا تنطبق عليهم مطلقا، لا جغرافيا ولا عادات ولا تقاليد ولا لغة. حتى محاولة إحياء اللغة العبرية كانت فترة متأخرة جدا من تاريخهم، وبذلك يعتبر اليهود ليسوا شعبا، لأننا لا نستطيع أن نقول أن المسلمين في الهند هم لهم الحق في ملكية أرض مكة، كما يعتقدون أن الهندي اليهودي أو الروسي اليهودي له الحق في امتلاك الأرض فلسطين كأرض ميعاد وكأرض إرث من يهوه رب إسرائيل لإبراهيم ثم لنسل إسرائيل كما ورد في لاهوتهم. أما فيما يتعلق باللغة، ولا يستطيع أي مقارن أو مختص سواء بعلم مقارنة الأديان أو مختص باللغات أن يثبت أن لغة سيدنا إسرائيل كانت العبرية، أو يثبت أن لغة سيدنا موسى كانت اللغة العبرية. كلنا نعلم، وكما وارد في عهدهم القديم وأيضا وارد أيضا في قرآننا الكريم، على أن موسى قد تربى في البيت الفرعوني الأعلى وهو رضيع ولا اسم له، فالذي أطلق عليه الاسم موسى هو الفرعون، والده في التربية والرعاية وليس والده البيولوجي، وبالتالي أصبحت اللغة العبرية ليست لغة موسى لا اسما ولا تربية ولا في الطفولة ولا في الكبر، فهو من الأرض المصرية وفي البيت المصري الأعلى ولا يتكلم إلا الهيروغليفية المصرية القديمة. أنا نحن نستطيع أن نقول بهذه المعلومة البسيطة أننا نقول لأي مختص أن يناقشنا بهذه الفكرة وأن ينتقد هذه الفكرة التي ثبتت أيضا في عهدهم القديم وثبتت في قرآننا الكريم. فإذا لا عبرية لسيدنا موسى، وطبعا لا عبرية لأتباعه، ولا عبرية لسيدنا إسرائيل، ولا لأي فكرة عبرية مطلقا، لأن سيدنا إسرائيل وسيدنا موسى هما من على الأرض المصرية، فلغتهم المصرية في امتياز. إذا تسقط العمودين أو القانونين الأساسيين لتشكيل أي شعب في الكرة الأرضية، هو شعب ذات عادات وتقاليد واحدة، وهذا لا ينطبق على أي معتنقي لأي دين، وليس فقط لليهود، ولكن اليهودي لا يرى إلا في يهوديته إلا وطنا وشريعة ودينا ولغة. نعم. ومن هنا تسقط هذه الفكرة بكل ما يتعلق، ليس كوننا فلسطينيين أو ليس كوننا أعداء للصهيونية، وإنما نحن نتكلم بدقة علمية بحثية. نعم، وهذا بالمناسبة أستاذ صلاح ما يعني أثار انتباه عدد كبير من المؤرخين الصهاينة، المؤرخون الجدد، هؤلاء الذين تحدثوا في هذه المسائل، ومنهم بروفيسور شلوم الذي كتب كتابا في هذا الموضوع وغيره من الصهاينة. كيف يتعاملون مع هذه الحقائق؟ هل هناك حالة مكاشفة ومصارحة في 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 لديهم مثقفيهم ومفكريهم؟ هم في الحقيقة في كل القضايا المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين في قرارة أنفسهم يعرفون هذه الحقائق ويدركونها جيدا، ومنهم من يصرح بهذا ومنهم من لا يصرح به، لكن كلهم يعرفون. أنا تأكيدا فقط لكلام دكتور جعارة، البروفيسور شلومو ساند يقول في القرن التاسع عشر تم اختراع لغات لبعض الشعوب، يعني كانت
موضة في ظهور القومية والدولة القومية، وأن كل شعب يجب أن يكون له علم ويكون له وعي قومي وما إلى ذلك. يقول فعلا بعض الشعوب تم اختراع لغة لها، وبعض اختراع علم واختراع مواصفات شعب، لكن في الصهيونية تحديدا اخترعت شعب كامل. يعني كان هناك شعوب تم اختراع أشياء لها، لكن هو اخترع شعب أساسا، فلم يكن شيء موجود. يعني اخترعت لغة هنا، اخترع شعب، واخترعت لغة، واخترع وطن. الوطن كان خيارات أخرى، اختاروا الأرجنتين، اختاروا بلجيكا، اختاروا أوغندا، ثم رست المزاد على فلسطين لمصالح الاستعمار. وبالتالي هم يقرون ويدركون تداعيات الأمر، يدركون الحقيقة، يعرفون. لكن في النهاية إذا تحاورت معهم بشكل مباشر ستصل معه إلى نقطة أن نحن نفرض أنفسنا بالقوة. أنتم أصحاب حق، اثبتوا هذا الحق بالقوة، لا تملكون القوة لنزع هذا الحق من أيدينا. أنا شخصيا في تحاورت أثناء دراستي الجامعية مع بروفيسور في الجامعة، وصلنا إلى طريق مسدود. قال في النهاية بشكل واضح على البلاطة: نحن مشروع استعماري، متى تغلبتم علينا ننتهي. نحن فكرة حق تاريخي، فكرة أننا نتعايش أو وطن الأجداد، هذه كلها أكاذيب. نحن مشروع استعماري، ننتهي عندما ينتهي الاستعمار. وهذا هذا الحقيقة ما يسلمون به. دعني أسأل الدكتور عمر، ما أهمية تسليط الضوء على مثل هذه الحقائق الدامغة العلمية والتاريخية وتعريف العالم بها والشعوب، كي تكون عامل ضغط على الصهاينة وهذا وعلى المشروع الصهيوني؟ ولكن بعد أن نشاهد الفيديو الثاني، هو بالمناسبة لعربي صهيوني متصهين، يعني يعمل في الكنيسة أو في الحكومة الصهيونية، وبالتالي هو كان ربما يتوقع نتيجة غير التي ظهرت، ولكن عندما ظهرت النتيجة أنه فلسطيني تحدى فيها ميري رغيف وهي صهيونية متطرفة وزيرة الثقافة والشباب، فالمتابعة. תוצאות של הפרופיל ה-DNA הגניאולוגי שלך, של שושלת הדורות, בבקשה, אתה יכול לפתוח. ומה אתה רוצה ממני? שתפתחתי. אז אתה תפתח ותגיד לי. לא, אתה פוחד לפתוח? לא פוחד לפתוח, מה אתה נותן לי את זה? עיסאווי, תפתח, תראה, מה יש לך שם? מה את מנחשת? ערבי אורגינל. ערבי אורגינל, את אומרת שייצא. 92% אני מזרח תיכוני. 67% מערב המזרח התיכון. שזה ישראל, סוריה, לבנון, מזרח, המזרח התיכון אחוז קטן, מרוקו אחוז קטן, 4%. אז אתה מפה לגמרי. אני אסלי. אני צריך להגיד למירי רגב שתסתכל בנתונים. מעניין אותי שמירי רגב תסתכל. אני אסלי, אני כנעני. נעני. או יבוסי, אתה יודע מה זה יבוס? יבוסי, כן. יבוסי. אני יבוסי או כנעני. אני על הארץ הזו לפניך. ולמה תخدم المشروع الصهيوني اذا؟ دعونا الدكتور عمر نتحدث عن أهمية تسليط الضوء على مثل هذه التجارب ومثل هذه الحقائق التي لا يستطيع الكيان إثبات عكسها. ما أهميتها باعتقادكم؟ نعم، هذا البرنامج وهو هذا عيساوي وهو عن الجبهة الديمقراطية وهو تابع للقائمة العربية، وهو ليس، هو من ميرت، آسف، ومن حزب ميرت وليس من القائمة العربية المشتركة. وهو قال أنه هو من سكان فلسطين، لكن ميري ريغيف هي ليست من هنا. عندما قامت إسرائيل بإجراء الدي إن إيه الإسرائيلي وقدمت النتائج لإسرائيل لاو، وهو من كبار رجال الدين في إسرائيل ويعتبر هو في أعلى منصب ديني سابقا، لكن الآن يحل هذا المنصب ابنه. الآن عندما فتح طلع 99% بأنه ليس شرق أوسطي، بمعنى هو بعيد جدا عن الشرق الأوسط، كما أن 99% طلعت للعيساوي بأنه شرق أوسطي. وبالتالي عندما أغيه درعي نفس الشيء، عندما قاد في الجيش نفس الشيء، فكل الدي ان اي ثبت ان الاسرائيليون ليسوا لا ينتمون بيولوجيا ولا جينيا الى الشرق الاوسط، وهذه استهادة اسرائيلية بانهم ليسوا من اهل هذه البلاد
لا إبراهيمهم كما ورد في العهد القديم ولا إسحاقهم كما ورد في العهد القديم بأنهم لهم صلة ولهم علاقة في الشرق الأوسط. وكذلك حال إذا انتموا إلى إبراهيم العهد القديم وإسحاق العهد القديم ويعقوب العهد القديم، فإن هذه الانتماءات في هذا البحث العلمي الدي إن إيه وهو موضة منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيثبت أن هذا الدي إن إيه لا يثبت بأن هؤلاء من تراب ومناخ وجبال ومياه الشرق الأوسط، بمعنى هم طارئون إلى الشرق الأوسط وهم غرباء إلى الشرق الأوسط وليسوا أصلاء. ولذلك قال عيساوي أصلي يعني أنا أصلي أمريكي ليس لها صلة في هذه البلاد وهي ليست أصيلة. هذا يعني من الأدلة التي تثبت أن اليهودية أو الفكر أو الاعتقاد أو الدين أو الأيديولوجية ليست فكرة لتكوين شعب، وليست فكرة لتكوين وطن، وليست فكرة لتكوين دولة. وإنما في الحرب العالمية الثانية عندما ظهر بعض الدول الجديدة أظهروا دولة إسرائيل وبذلوا ما بذلوا، ولها قصة طويلة نستطيع أن نتتبعها خطوة خطوة. لكن النقطة المهمة هي أنهم لا يملكون لغة عبرية ولا ينتمون الصلة إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بالمطلق، لا ينتمون إلى إسرائيل ولا إبراهيم ولا موسى، ولا ينتمون لأي شيء من تراب الشرق الأوسط. وصلت الفكرة دكتور. بينما سيدنا إسرائيل وسيدنا موسى هم من مواليد أرض مصر ومصريين بامتياز وليسوا طارئين. وكل التشويش على هذه الحقائق العلمية جاءت من قبل المندستين بالثقافة الإسلامية عندما اعتبروا كلمة إسرائيل كلمة إسرائيلية عبرية، وعندما وجدنا عند كل المفسرين بلا استثناء أن كلمة إسرائيل كلمة عبرية، فما الذي يمنع أن تكون إسماعيل كلمة عبرية طالما أنها نفس المقطع ونفس اللفظ؟ وصلت الفكرة دكتور، أرجو أن تبقى معنا، سنعود للنقاش معك أستاذ صلاح. إذن يعني النقاش في الحقيقة كبير تستحق مثل هذه الموضوعات، ولكن ما نوع النقاش الذي دار في الإعلام الصهيوني وفي التجمع الصهيوني حول هذه القضية؟ كيف يستقبل الصهاينة هذه المعلومات؟ الحقيقة عندما تستمع إلى دانييلا فايس إحدى قادة المستوطنين المتطرفين وهي أحد الفيديوهات في البرنامج يتعلق بها، ترى بأنها التوجه عندهم هو المكابرة، يعني لا يعترفون بالحقائق. هي تقول لك 1% لي من الشرق الأوسط أهم من 99% الباقية، هي مكابرة ومعاندة واعتماد على القوة والغطرسة، يعني لا يريدون تسليم بالحقائق، هم يزورون كل شيء. الدكتور شلومو زاند أو بروفيسور شلومو زاند قال بأنه لا يوجد شيء تهجير من فلسطين، حتى فكرة الخراب الهيكل المزعوم عندهم أنه تم تخريب الهيكل وطردهم من قبل الرومان، يقول لا يوجد أي دليل تاريخي، لا أي أثر تاريخي لأن هناك شعب تم تهجيره، ولم يكن من عادة الرومان، الرومان سيطروا على العالم، لم يهجروا شعبا، لم يهجروا قبيلة من مكانها، كانوا يحتلون ويفرضون سيطرتهم ويفرضون حاكم منهم، لكن لم يسبق أن هجروا شعبا من الشعوب. وبالتالي من أين جاءت فكرة أن شعب إسرائيل هجره الرومان من فلسطين وبالتالي يجب أن يعود إلى هذه الأرض؟ هذه فكرة صهيونية ظهرت في القرن 19، تم صياغتها وإقناع قادة الحركة الصهيونية والترويج لها مؤخرا. أنا أقول لك أيضا ما يقوله خبراء منهم غير البروفيسور شلومو زاند، بروفيسور تاريخ أيضا في جامعة بن غوريون، قال أنتم أخذتم من التاريخ الإسلامي، أخذتم من المصادر الإسلامية فكرة قتل يهود خيبر وبني قينقاع وبني النضير. لا يوجد أي كتاب يهودي يقول لنا كيهود، لا يوجد في كتبنا ولا في رواياتنا من تحدث عن يهود كانوا في يثرب أو عن يهود كانوا في خيبر، لا يوجد. هذا دليل على أن كل شيء مصطنع الآن حديثا. يقول بينما أنتم عندما تتحدثون عن كراهية المسلمين تتحدثون أن المسلمين ومحمد قتل اليهود في خيبر، طيب لا يوجد عندكم في التوراة ولا في التناخ ولا في أي كتاب شيء يذكر بأن كان هناك يهود
في المدينة المنورة، فلما تصدقون هذه الجزئية من التاريخ الإسلامي وتكفرون بباقي التاريخ الإسلامي؟ طيب محمد قال أنا على دين موسى وإبراهيم، لماذا هذا لا تؤمنون به ولكن تؤمنون بأن محمد قتل اليهود؟ بروفيسور آخر أيضا في علم الشعوب والوراثة والعادات والثقافات لكل شعوب تحدث عن ثقافة الشرق الأوسط والبحر المتوسط تحديدا، عن حوض البحر المتوسط، فقال من الأمور التي تميز حوض البحر المتوسط تقديس شجرة الزيتون. قال بأن شعوب البحر المتوسط من إسبانيا حتى فلسطين، يعني من غرب إلى الشرق، يقدسون شجرة الزيتون ولا يقطعونها، لا يعتدون عليها، يحترموها مثل أبنائهم إلا الصهاينة. فقال، رد عليه المذيع في البرنامج، هذا برنامج تلفزيوني، رد المذيع الصهيوني قال ولكن نرى جيشنا يقطع الشجر ونرى المستوطنين يقطعون شجر الزيتون. قال لأنهم ليسوا من هذه الأرض ولا ينتمون إلى حوض المتوسط، هؤلاء غزاة جاءوا من مناطق بعيدة. نعم، وبالتالي هم يواجهوا الحقيقة فعلا. أشكرك على هذه الإجابة دكتور. قبل أن يعني ننتقل إلى الفيديو التالي وهو عن مستوطنة تبين أنها بنسبة 92% أعتقد بولندية أو أكثر، 95%، اسمح لي أسأل عن مسألة الإنكار. الدكتور الأستاذ صلاح تعرض إلى قضية مهمة جدا عندما تناقش مع البروفيسور الصهيوني، قال أنهم ينكرون ذلك وتصل إلى نقطة معينة أنهم يقول لك استرد هذا الحق بالقوة. إلى متى يستطيع الصهاينة والكيان الصهيوني أن ينكر هذه الحقائق الدامغة؟ الآن لا مجال أن نتكلم من ناحية نفسية من حيث الكبار. نعم. الكفر كبار والمخالفة كبار وعناد، وبالتالي هذه حالة نفسية ليست مجالنا الآن، ولا نتكلم بالسلوك النفسي. الآن نتكلم بنقطة مهمة، أن الدي إن إيه الإسرائيلي في الشاشة الإسرائيلية يثبت أن هؤلاء لا ينتمون إلى الشرق الأوسط، بمعنى لا ينتمون إلى فلسطين ولا ينتمون حتى إلى كل أرجاء الشرق الأوسط، لا مصر ولا العراق ولا الشام وإلى آخره، وبالتالي هذا اعتقاد مهم جدا. أما النقطة التي أشار لها زميلنا الأستاذ صلاح فهي نقطة رائعة ولي فيها بحث. الآن كلمة بني قينقاع والنضير وقويزة وخيبر وفدك ووادي العريض ووادي القرى، وهي أماكن تجمع العرب اليهود في الجزيرة العربية، لم يتم الإشارة إليهم بكل أسفار العهد القديم، لا الأسفار الخمسة عند السامريين ولا 39-0 عند الأمريكان والألبان ولا 46-0 عند الحبشيين المصريين. وبالتالي إن هذه نقطة مهمة، إذا تسلقوا على التاريخ الإسلامي وقد تسلقوا كثيرا وسربوا أفكار يهودية كثيرة في ثقافتنا، مثل كما قلت لك الآن كلمة إسرائيل عند كل المفسرين بلا استثناء يعتبر كلمة إسرائيل كلمة عبرية، وأنا أقول لهم إذا اعتبرتم إسرائيل كلمة عبرية فإن إسماعيل ستكون كلمة عبرية، نفس المقطع ونفس الوزن ونفس الأوزان، وبالتالي لا توجد لغة عبرية، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب الأقوام من خلال أنبيائه المصطفين بلغاتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فثبت أن إسرائيل مصري في لغته المصرية، وثبت أن سيدنا موسى مصري في لغته المصرية، ولا يوجد نقاء عرقي ولا نقاء جيلي في التاريخ، لأن التكاثر والتناسل هو صفة أساسية للبقاء، وبالتالي عندما يدعي أنه شعب مختار ودماء نقية وصافية وانتباء ينتهي إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا مخالف لكل القوانين الطبية والعلمية، مما يجعل التاريخ اللاهوتي اليهودي افتراضي بامتياز. أشكرك جزيلا دكتور عمر جعارة، أستاذ التاريخ والخبير بالشأن الصهيوني، كنت معنا من مدينة نابلس بالضفة المحتلة. وتبقى لنا قليل من الوقت أستاذ صلاح، ولدينا فيديو الآن سنشاهده حول المستوطنة البولندية التي أثبت العلم أنها ليست من أهل فلسطين. وزارة إسرائيل، أنا بتوخى، أنا خشى את הדברים האלה. ולכן אני חושבת שאני 100% בגנים ארץ ישראל. טוב. אז הנה תוצאות הבדיקות שלך. תפוצה יהודית 95%, אשכנזיה, אזור פולין וסביבותיה. וואי, אז מי עכשיו
אני פולניה. וואי, אז מה אני אעשה עכשיו? מזרח תיכון 5%, אסיה הקטנה 5%, מרכז דרום אסיה 1%. אזור הודו. אזור הודו 1%. בתוכי? איצ'יגדנה? טוב, מה אני אגיד לכם? איך אני אציג את התעודה הזאת לפני בעלי? זה יחזק לו כל כך הרבה תיאוריות על פולניות. لا نعرف ما هي نظرية زوجها حول البولنديات. إذا نحن من ناحية أخرى كيف يعني يتجرأ الصهاينة على فعل مثل هذه التجارب والحديث بها بالإعلام بهذه الطريقة؟ أولاً تعليق، هي تتحدث عن البولنديات وزوجها. البولنديات عندهم مشهورات بحكم أزواجهم، يعني يخافون أزواجهم من أن يتحكمن بكل شيء. لهذا السبب. نعم. أما هم يتعاملون مع هذه القضايا، أولاً لديهم خلافات داخلية، والخلافات تتسبب في فتح كثير من القضايا للنقاش. يعني مثلاً مثل النقاش بين الحريديم وبين الصهيونية، الحريديم لا يؤمنون بالصهيونية ويعادونها أو يعارضونها، ومع ذلك هناك حرية للنقاش. يعني ربما هذه إيجابية لا يتحدث عنها الكثير، وهي حرية النقاش التي تحافظ على وجودك، يعني عدم إخفاء الحقائق، عدم كتمها يخلق انفجار داخلي، وبالتالي هم يعطون للجميع حرية التعبير حتى لو كانت على حساب مسلمات لديهم تنقضها وتثبت بطلانها. فهم جزء من ركائزهم الآن، ركائز هذا الكيان، هي إعطاء الجميع حريته في التعبير عن نفسه. وبالتالي أعطيت الإثيوبية هذه مثلاً الحق في التعبير عن نفسها من خلال قيادة احتجاجات ضد العنصرية. نحن لم نتحدث كثيراً عن أزمة الإثيوبية، تحدثنا فقط عن علاقتها بفلسطين. نعم. لكن هم تعاملوا معها، قالوا أنت ليست يهودية فقط لأنها سوداء، ومعنى فرقة بشكل عام. نعم. وبالتالي هم يتعاملون مع بعضهم بعنصرية، لكن أيضاً يعطون كل فئة منهم حرية للتعبير عن نفسه، بما فيها أن ينقض الرواية الصهيونية أو يهاجم الحركة الصهيونية لأنها كانت حركة يسارية، بينما هو يميني أو هو متدين أو حريدي وما إلى ذلك. وبالتالي هذا الإطار حتى يستطيع لملمة هذا الشتات من جميع أنحاء الأرض لا يستطيع الحجر على الأفكار، فتخرج أفكار أحياناً تنسف الفكرة الصهيونية كلها، ولكن عندهم قرار بأنه نسمح للجميع بالحديث، أن يعبر عن رأيه. في النهاية لدينا عدو مشترك يجب أن نقاتل من ضده، يجب أن نحرص على حريتنا جميعاً، ودولة تدعي بأن الجميع متساوين تحت القانون فيها، وبالتالي متساوين في الحقوق. نعم. ومن هنا تطرح مثل هذه القضايا. عندنا دقيقتين، هناك 20 ثانية للفيديو الأخير، نشاهد الفيديو ثم نعلق عليه في تعليق سريع إن شاء الله. ميتوسيم أجدولين זה להגיד שהעם היהודי הוגלה על ידי הרומאים. לא הייתה הגליה. ומאין יש כל כך הרבה יהודים? כי התגיירו, והתגיירו בהמונים. הסיכוי שאיש חמאס בחברון יהיה צאצא של העברים הקדמונים הוא פי אלף יותר מאשר שלי. זו דעת. מה רעיוקה في هذا الكلام؟ هذا تأكيد للحقائق التي نتحدث عنها. يعني هناك شعب يعيش في هذه البلاد مثل ما قال العساوي، كنعاني. هناك منذ الكنعانيين الأوائل، والكنعانيين هم شعب من الشعوب العربية التي هاجرت من اليمن بعد خراب سد مأرب، هاجروا إلى الشمال، بعضهم استوطن الساحل، ساحل بلاد الشام وهو فلسطين، وبالتالي هم الكنعانيون والعموريون واليبوسيون، وجذورنا هناك. ثم جاءت فترة مرحلة سيدنا إبراهيم. مرحلة سيدنا إبراهيم، نحن وفق العقيدة الإسلامية سيدنا إبراهيم حنيفا مسلما، ولا يوجد عبرانية ولا يهودية، ولا هذه تسمية يهودية بعد داود عليه السلام ظهرت. وبالتالي نحن أبناء هذه الأرض عرقيا، أبناء الأرض فعلا. قد يكون البعض جاء في عصور متأخرة إلى فلسطين، لكن فلسطين لم تخلو من البشر في زمن من الأزمنة. وبالتالي أبناء الخليل أكثر ناس يعني ممكن أن يثبت ارتباطهم بمدينة الخليل من أيام سيدنا إبراهيم على الأقل، لأنها موطن سيدنا إبراهيم. وبالتالي هؤلاء اعتنقوا الإسلام في عهد إبراهيم، ثم في عهد نسله، ثم جاءت الفتوحات الإسلامية. ومعروف أن تميم بن أوس الداري الصحابي هذا أسلم
وكان من الخليل، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه لديه وعاد إلى مدينته الخليل، وأخذ الخليل كوقف لعائلة الداري من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خليلي الأصل، يعني فلسطيني الأصل من قبل عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن هؤلاء الذين كانوا في دين إبراهيم، في دين إبراهيم أيضا كانوا من نسل إبراهيم. ما الذي يمنع أن يكونوا من نسل إبراهيم وعاشوا في هذه البلاد إلى أن جاءت الدعوة الإسلامية الحديثة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ثم دخلوا الإسلام؟ وبالتالي عرقيا ما قاله البروفيسور حقيقي. ممكن أن تفحص اليوم الكل يقول بأن قبر إبراهيم وقبر إسحاق وقبر يعقوب وقبر يوسف موجودة في الحرم الإبراهيمي، فلنجري فحص على عظامهم ونرى من يتطابق دي ان ايه، هل الخليلي ابن حارث أبو سنيني ولا المستوطن اللي جاي من بولندا لديه علاقة وراثية مع سيدنا على إبراهيم عليه السلام؟ أنا أن يفعلوا ذلك. إذن أشكرك أستاذ صلاح العوافدة الباحث في الشأن الصهيوني، كما أشكر ضيفي دكتور عمر جعارة كان معنا من نابلس. ألتقيكم بعد قليل في موضوع آخر، فابقوا معنا. أهلا بكم في زهرة المدائن، نتعرف اليوم على أثار الحضارة الرومانية في مدينة القدس، فإلى هناك. الحضارة الرومانية بدأت عمليا في بلاد الشام بالمئة قبل الميلاد، لكن وجودها الرسمي داخل مدينة القدس بدأ بدخول بومبي مدينة القدس عام 63 قبل الميلاد، ومن هنا بدأت الحضارة. تتميز الحضارة الرومانية بنشاطها المعماري القوي جدا، كانت القدس ضمن هذه المظلة التجديدية في عهد الإمبراطورية الرومانية، فبنى مدينة القدس حسب النظام الهيبودامي أو نظام مدن الشبكات الذي ارتآه هادريان ليبني المدينة، وهي نظام المدن المربعة التي يقسمها شارع من الشمال إلى الجنوب ويسمى الكاردو، ويقاطع هذا الكاردو الكثير من الشوارع التي سميت دوكومانوس. مدينة القدس أخذت تشكيلتها المعمارية من هذا، من هذه الفترة بالذات، وبالتالي أصبحت المدينة ضمن مساحة جغرافية محددة، بأن وضعت المدينة ضمن سور بناه هادريان عندما بنى مدينة القدس، وبنى الأقواس الثلاثة الموجودة في مدينة القدس التي تسمى بأقواس النصر، واحد منها طبعا في الجهة الشمالية الرئيسية من المدينة وهو ما يسمى باب العمود الذي يوجد تحت باب العمود الحالي. ومن هذه الفترة أيضا جاء اسم باب العمود، حيث وضع وبنى هادريان ساحة نصف دائرية خلف قوس النصر مباشرة، وضع في مركزها عمود طوله 16 متر، وضع عليه تمثاله، وبذلك سمي باب العمود نسبة إلى هذا العمود الموجود الذي دمر بزلزال عام 749 ميلادي. ماذا نعني بقوس النصر؟ هو أحد المداخل إلى المدينة، يتكون من ثلاث مداخل. المدخل الأوسط هو المدخل الأوسع، وهو ليس ظاهراً في هذا المكان، بينما يظهر فقط البوابة الصغيرة إلى الشرق من المكان، بينما ثمرت الأبنية المملوكية والعثمانية وسور القدس
الأبنية الرومانية ما عدا الجزء الذي حفر في فترة السبعينات على يد علماء أثار بريطانيين. أكثر المصادر توثيقاً لهذا المعمار الروماني الكاردو والديكومانوس والأحياء الصغيرة والخريطة الهبودامية أو الطريقة الهبودامية في بناء المدينة هي خارطة اكتشفت في أرضية كنيسة في مدينة مادبة الأردنية، اكتشفت عام 1938، وهي تظهر الكثير من المعالم المعمارية الرومانية التي أعطت إشارة لباب العمود وبداية التفرع بعد المساحة النصف دائرية أو الساحة النصف دائرية، ثم المدرج الذي يتماشى مع طبوغرافية مدينة القدس ليتفرع إلى كاردو أعلى وكاردو أسفل، وهو ما يؤدي إلى طريقين أو بابين من جنوب المدينة، باب النبي داود وباب المغاربة. أهلا بكم من جديد. في مثل هذه الأيام من عام 1987 انطلقت انتفاضة الحجارة أو الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وانطلقت بأيادي أشبال وشباب فلسطين بالحجارة المباركة التي سجلت يعني تحولا كبيرا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وكان لها كثير من الإنجازات على الصعيد الفلسطيني. ونحن اليوم نعيش ذكريات هذه الانتفاضة المباركة في ذاكرة فلسطين، نطل مرة جديدة على الانتفاضة بعد 3 عقود من انطلاقتها. ازدادت إسرائيل تعجرفا وإذلالا للشعب الفلسطيني، فتراجعت روح المقاومة ودب اليأس في النفوس فترة من الزمن، حتى استيقظ الشعب الفلسطيني على حادث أشعل لهيب انتفاضة عارمة في فلسطين. الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، في 8 ديسمبر لعام 1987 تعمد إسرائيلي يقود شاحنة دهس سيارتين تحمل عمالا فلسطينيين فقتل 4 من العمال، ومع أن الحادث بسيط مقارنة بالمجازر الإسرائيلية المتكررة إلا أنه كان القشة التي قسمت ظهر البعير، فاندلعت على إثره انتفاضة واسعة عمت جميع أنحاء فلسطين. خرج الشعب الفلسطيني في اليوم التالي لهذا الحادث عقب صلاة الفجر من مخيم جباليا، وقد قامت الحركة الإسلامية بتنظيم صفوف المظاهرات العامة، فتصدت لهم إسرائيل بالرصاص الحي فتوالى سقوط الشهداء، وما لبثت الانتفاضة أن انتشرت في جميع أنحاء فلسطين. في 14 ديسمبر أعلنت الحركة الإسلامية التي كانت وراء الانتفاضة عن نفسها، وانطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقيادة الشيخ أحمد ياسين، واتخذت هذه الحركة طابعها الخاص بأنها تعمل من الداخل دون انتظار مساعدة العرب أو سواهم. اعتمدت الانتفاضة سلاحاً وحيداً تواجه به الجبروت اليهودي، وهو سلاح الحجارة، والتي قام بإلقائها أطفال صغار سناً عظاماً مقاماً، فكان الطفل يقف أمام المدرعة الإسرائيلية فيرميها بالحجارة دون خوف، إذ انتزعت هذه الانتفاضة معاني الاستكانة والخوف والذل التي غرست في النفوس لسنوات طويلة. تصدت إسرائيل لهذه الانتفاضة باستخدام العنف المفرط، فكانت تطلق الرصاص الحي على المواطنين العزل على مرأى ومسمع من كاميرات التلفزيونات التي تنقل الصورة للعالم أجمع، فثار الرأي العام ضد إسرائيل مما اضطرها لتغيير سياستها، فاستخدمت سلاحاً أكثر تأثيراً من الذخيرة الحية، وهو تكسير العظام الذي يمنع الشباب من المشاركة في المظاهرات،
ولا يثير الرأي العام ضد إسرائيل. توسعت إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والاعتقالات العشوائية وعمليات التفتيش والترويع، بينما استمر السلاح الفلسطيني كما هو الحجارة. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أطر تحياتي فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.